بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يثمثا السلام عليكم ورحمة الله كن يجعل ربي ذا ذروم يبعث في اللون الهموم كن يفك ربي السر ذلي سر وكن يفك ربي ثلاثا السر إن شاء الله أين تفغم يقضى أين ثقاذم يخضى الدعوة الخير سار نفذو أول نغ خاطر نكون ذي شرعية النغ ذي جدي النغ في دون المجالس الدعوة الخير وربي قولي سيناد وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم وقيد الوعد من ربي سبحانه إن دعوثي أكند قبل رب ذي وفيس الوعديس ربنا جل جلاله يفي بوعده إفكاد الوعد إفكاد سزال وثي طبق يناد ذي الله النظام سورة البقرة سبحان الله بعد آيات الصيام سورة البقرة الآية 286 بعد آيات الصيام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ربي سبحانه يوعد غد الوعد ينستيذت وإن شاء الله رجال ربي سقي مولانا الجنة مالكش من مولانا الجنة غل الجنة سبحان الله أكن يوسف في أواخر سورة الزمر وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمراء حتى إذا جاءوها وفتحت ورش وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين قل كان ولك يشبح يشبح إليها يعني هذا السنين إي مولا الجنة مرحبا يسوان لا أسلم أنوان أتشم من الجنة ولكن حياة الخلود لا في اترنال فقيدين تذير ثورة ذي عزافن الشيخ محمد الفلس يعفو ربي الشيخ محمد الحسين إنك ولاش تصبحي ثور نسعي ثام الديث ولاش إيض ورنسعي ثاف جريث أتى أمر الله فلا تستعجلوه إمولان الجنة مرسلن إيوا ولقي خالدين أذ فرحا أشدينين الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين ذاكي غس سيدي ربي سبحانه إمولان الجنة تدبوين على السلاثة فنسن غسطة عنسن أمعنى ربي إفكايا سازال العثاف بمذان إفكايا سازال في ذييس وتروح وارا وستضعارا خاطي إلى دفاني عما أجر العاملين أي نتزرعم أتغل ثم يسد الوقت وغلث أفلح مري زرع ذي خرز ذي العثاف من بعد ديس الوقت ذي ديكس الغلة سفوسيس أذي حمد ربه يشكر إمي أين الزرع يغلثيث ولكن غلثام قرآن ذوينا الأخرث ذوينا الجنة غصف طولغ شوية مسالتاقي خطر نحواجيت نحواجيت الدعاء ولا قرن غفل فلاس أتصل لياذ يديم سلي ربي في الدعوة الخير أتصل لياذ أواخر سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا أوائل سورة العمران الآية السابعة مثلا وما بعدها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إلى آخره ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقداما يعني ذي القرآن الكريم أطس لايث يغيث وليهن غير الدعوة الخير ذي السنة النبي صلى الله عليه وسلم أين تسيذير ومذاني ساعة دعوة الخير أتشمض الجامعة ساعة دعوة الخير أشديني مذفض ساعة أشديني مدي حضرات ساعة تصد أشديني باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إلى آخره
إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ما ذكرت ولك ضروحي أذكر الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. أتحمد الله ربي إخديران الروحي الروحي وثقلان ولاش السواق يزنوزون الأرواح ولاش تحانوت يزنوزون الروح كل يوم دينا غي سايوثن الروح مارك دوغالا ذكرت أتحمد الله ربي إمي حرزك الروحي يريك دروحي وعافاني في جسدي. ممكن تفضل روحي ثلا أما عنو الزميضة تكرض داين تحفصد يطفيك ليرني ديسكان أشو كيطفن تبلوكي داين أكنيت لها العافية تزمرت ذا تزمرت وتنزو ذي السواق ولاش السوق يزنزون تزمرت أدنو غسين النظام وأذن لي بذكره. شوف الأدب مع الله لو كان ماشي سلاذنا ربي وثن ذكرارا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. السفر مسافر سعيد دعاء السفر الدعوة لض إلا الدعوة الخير أثكث الهوى ثل الدعاء اللهم صيبا طيبا اللهم صيبا نافعا أظو يتهز تجور أدين اللهم اجعلها رياحا واجعلها ريحا ولضيوني في كيس ربي نعمة من النعم ونعم الله لا نحصيها عددا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصها. احمد ربي في كاس الدعوة الخير بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم بارك فيه ولا تضره إنس الله يبارك الله يبارك المعنى يسئل سون النظ أذل لفذا ذكرنا ربي سبحانه عز وجل أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله.